خلونا نذهب إلى البالون دور أو الكرة الذهبية في باريس، والعالم كله ينتظر هذا الحفل، أو العالم يعني الناس المهتمة بالكرة تنتظر هذا الحفل اللي بيعرض. المتحدة استطاعت أن تحصل على حقوق عرضه على أون سبورتس الآن، يعني يعرض في هذا التوقيت، وعدد كبير من المرشحين في مقدمتهم ميسي، رونالدو، ومحمد صلاح. معنا الصحفي، الزميل الصحفي هاني، هاتفيا هاني دانيال من باريس، واعتقد هو في محيط الحفل، صحفي متخصص في الشأن الرياضي. هاني مساء الخير، قول لي الأجواء عندك ايه دلوقتي؟ طيب الخط قطع لحد ما يرجع لنا هاني مرة أخرى. يعني تأكد أنه دلوقتي صلاح من أفضل 10 لاعبين في العالم الآن، المنافسة هل سيكون صلاح من الثلاثة المرشحين ولا لأ؟ دخول ميسي للحفل، دخل ميسي منذ قليل مع أسرته، مع أبنائه الثلاثة، فالدخول كده بيدي إحساس أنه ربما يكون ميسي هو يعني الفائز. فالحقيقة أنه حتى هذه الصورة منذ قليل، دخول ميسي بأسرته، أولاده الثلاثة وزوجته، هل سيكون ميسي هو الفائز؟ ودي تكون رقم أعتقد 7 في تاريخ ميسي. طيب معنا من لندن الزميل آسر حسين المحلل الرياضي. آسر، ماذا تقول الصحف البريطانية؟ يعني هناك يعني المؤشرات كلها بتقول انه غالبا البالون دور هتروح لميسي. الكلام عن صلاح ايه رغم طبعا تميز صلاح الرهيب في الشهور الاخيره؟ برحب بحضرتك استاذه لميس في البدايه، وجمهورك المحترم والجمهور المصري كله. الحقيقه الصحف النهارده اتكلمت كتير في بريطانيا بالذات، يعني افردت في صفحاتها زي مثلا ايفنج ستاندر والميرور، انه قد ايه انه ممكن التميز والعبقريه الفرديه وتواجد صلاح في المواعيد الكبرى، مش بس في اقوى دوري في العالم زي البريمير ليج يا مدام لميس، انه بس انه كمان في المواعيد الكبرى في دوري الابطال دايما بيظهر وبينقذ فريقه في الماتشات الكبيره، فامتى يكون متاح انه يفوز بالبطوله؟ لكن زي ما احنا عارفين انه صلاح بدا التوهج اللي هو فيه دلوقتي، وزي ما بيقولوا الانجليز بيستخدموا تعبير يا مدام لميس اللي هو الستاندينج فورم، اللي هو حاليا هو افضل لاعب في المستوى، اكثر حتى من يعني اللي سيطروا على عبقريه اللعبه زي ميسي ورونالدو، كان في استمراريه على مدار سنين، انما صلاح دلوقتي هو الابرز. لكن بدا ده في اواخر 2021، وهو بيضع له فرصه كبيره جدا انه يكون ان لم يكن المنافس الاوحد على البالون دور 2022. فاحنا فالبالون دور بتاعت دلوقتي الان واحنا في نوفمبر 2021 بتحكم على اداء اللاعبين امتى بالظبط؟ العام الماضي يا استاذ لميس. سؤال حلو جدا. في العام الماضي يعني احنا نشوف ان ميسي مثلا ما حققش حاجه مع نادي برشلونه اللي رحل منه الفريق، لكن حقق في الاكيوميليشن للنقاط بطوله كبيره جدا وقاريه زي كوبا امريكا اللي هي بطوله امريكا الجنوبيه، واول لقب ليه مع منتخب الارجنتين. على الناحيه الثانيه تلاقي ليفاندوفسكي واخد الدوري وجايب عدد ارقام اهداف كبير جدا في فريقه، ارقام فرديه زائد القاب مع المستويين، الفريق اللي بتلعب ليه الاوروبي وكمان المستوى المنتخبات. بنتمنى انه صلاح باستمراريته دي يا استاذه لمين في المستوى العالي جدا مع ليفربول يحقق السنه دي ايا كان اللقب ايه مع ليفربول، وباذن الله كاس الامم ان لم تؤجل وان لم يؤجل ميعادها بتاعه كاس الامم في فبراير، باذن الله مصر تكون حققت اللقب. ده يوازي صلاح، يحطه على المقارنه بين مين كان بياخد البالون دور وكان بياخدها ليه. فهنا يعني صلاح مثلا لو مصر اخذت كاس الامم الافريقيه، ده بيحسب لصلاح، يعني بيحسب لي في طبعاً مشاركته يا استاذه لميس. وكمان انه اوريدي مع ليفربول، احنا بنتكلم استاذه لميس دلوقتي احنا لسه في الاسبوع الكام في الدوري الانجليزي، لعب 18 ماتش، 17 هدف 18 ماتش 8 اسيست، مفيش لاعب في العالم جايب الارقام دي زي صلاح. فهو اوريدي حاطط رساله وستيتمنت صريح جدا، انا اللي جاي ياخد 2022، وعمل تصريح استاذ رميد بالمناسبه من حوالي شهر في منتهى الذكاء، بيقولوا له على البالون دور اللي احنا فيها دلوقتي اللي احنا عارفين انها في الاقرب، ميسي هو اللي هيتوج يضيف للدولاب بتاعه البالون دور السبعه ويبتعد عن رونالدو بلقبين، انما صلاح قال ميسي ورونالدو خدوها هم فوق ال 30
فانا عندي فرصه ان اخدها وانا 30 او فوق ال 30. فصراحه في منتهى الذكاء انه عارف انه صحيح هياخد دي، لكن باذن الله السنه الجايه يكون هو المرشح الاوحد، وباذن الله يبقى اول مصري وعربي وتاني افريقي بعد طبعا جورج ويا ياخد البالون دور. بشكرك هاني دانيال من لندن. نذهب الى لا سوري، اسر حسين من لندن.